هنلاقي نفسنا مختلفين. ده الجزء الثاني اللي هو صوت مصر. ده جزء من التجربة الأولانية اللي هي احنا بنتكلم فيها على مستويات مختلفة للحقيقة أو أجزاء مختلفة من الحقيقة. على الوش الحقيقة بتبان إن احنا كل واحد فينا في سكة، لكن لما بتيجي تسأل الناس أحلامها إيه، تبص تلاقي الناس أحلامها شبه بعضها، فبتبص تلاقي نفسك قربت شوية. وبعدين لما بتيجي تقول طب قولوا بقى صوت مصر، أو لو مصر بتتكلم هتقول إيه، بتبص تلاقي مصر بتقول حاجات صعبة أوي حد يختلف عليها. فانت بتحاول تفكر الناس بالصوت ده، صوت ده جواهم بالمناسبه. يعني مصر ما بتتكلمش، هي مصر بتتكلم على لساننا احنا، فالمصريين هم اللي بيتكلموا في واقع الامر. طيب النهارده او يعني بعد هذه التجربه، هل حضرتك فعلا متوقع ان يبقى في استمراريه لهذه التجربه؟ بمعنى ان ممكن مثلا حد زي ما بيقولوا جت يعني انسباير، او يبقى يجي له ايحاء ان هو يعمل حاجه زيها او شبهها، بحيث ان فكره الحوار ترجع تاني للشارع المصري؟ احنا دلوقتي ما بنتحاورش، احنا بنتخانق. صحيح، انا عندي امل كبير ان التجربه دي توري للناس سكة تانية للحوار. الاختلاف هيفضل موجود بالمناسبة، أنا مش الهدف مش إنك تمنع الاختلاف، الاختلاف ميزة والاختلاف رحمة. صحي صحي جدا. الطريقة اللي بنختلف فيها هي اللي يا بتودينا في سكة كويسة، زي ما بقول بتودينا في سكة الحلم أو بتودينا في سكة الكابوس. فعندي أمل إن الناس تشوف التجربة دي وتحاول تطبقها، وأنا هبقى حابب قوي أساعد أي حد حابب إن هو يعمل ده. يعني إحنا يعني عايزين بجد ندي على قد ما نقدر في الحتة دي، لأن هي دي الحتة اللي احنا نقدر نقدم فيها خدمة للبلد. يعني اللي عايز يوصلوك يعمل ايه؟ يخش على فيسبوك ولا هل لكوا جروب؟ ممكن يخش على الفيسبوك، ممكن من خلال الفيلم اللي هو أصوات مصرية ده هيعرف المكان فين ويكتب تعليقاته احنا بنرد عليها. يعني هنقدر نتواصل مع الناس حتى ولو من خلال التجربة. مين يعني كام واحد اشتغل على هذه، يعني بغض النظر عن اللي قدام الكاميرا، كام واحد اشتغل على هذه التجربة؟ والله احنا في الشركه عندنا عملنا فريق عمل، وفريق العمل ده يعني قعدنا مع بعض عملنا ورشه عمل، فكرنا هنعمل ايه، اخترنا من الادوات اللي احنا بنستخدمها، جربنا نعمل الكلام ده مره واتنين عندنا عشان بس نشوف هو هيطلع ازاي. الناس اللي عملوا لنا الاخراج، الناس اللي هم اشتغلوا على الفيلم من الناحيه التقنيه وطلعوه بالمستوى العالي ده، كانوا جزء من فريق العمل. فكان في ناس كتير جدا ورا الفيلم الحقيقي، وكل دول متطوعين. كل دول متطوعين، ما حدش فيهم خد فلوس، ما حدش فيهم عمل اي حاجه بهدف تاني غير اننا ننزل الفيلم ده والناس تشوفه. واعتقد ان يعني ان شاء الله الناس هتشوفه، يا رب. تجربه متميزه جدا. هنشوف دلوقتي بقى، احنا كنا بنتكلم من شويه على كان ايه المرحله الاخيره، اسمها ايه؟ مصر الصغيره مصر الكبيره. مصر الصغيره مصر الكبيره. يا ريت الساده المشاهدين يتابعوا معانا، تجربه لطيفه جدا. خليكم معانا. على الخريطه مصر بتبان مساحه واحده كبيره وكل المصريين عايشين فيها، بس في خريطة ثانية لمصر، خريطة وهمية خيالية احنا اللي عملناها. الخريطة دي بتقسم مصر لانتماءات واتجاهات، مصر الإسلاميين، مصر الليبراليين، مصر المسيحيين. كل مجموعة ليها خصائص مشتركة، أولويات، تطلعات، مخاوف. أنا بسمي دي مصر الصغيرة، ومصر اللي على الخريطة هي مصر الكبيرة. المشكلة إنه ساعات الناس بترسم لمصر الصغيرة دي حدود وهمية، وبيبصوا على الناس اللي عايشين بره الحدود دي على انهم اغراب مختلفين، مع انهم مصريين زيهم. في الجزء ده من التجربه طلبنا من المجموعه ان كل واحد فيهم يسيب مصر الصغيره اللي هو عايش فيها ويزور مصر الصغيره بتاعت الناس التانيه. شرطنا الوحيد كان انه اثناء التجربه دي يشوف الدنيا بعينين اهل المكان ويتكلم بلسانهم. هو طبعا حزب الكنبه من اهم مميزاته انه عنده هيليكوبتر فيو، شايف الاطراف كلها وهي بتتصارع او هي بتتعامل مع بعضها وهو بره خالص، فشايف السيتويشن الى حد ما كامل. يعني مثلا الكل يزور ارض الاشتراكيين وهم هناك يتكلموا بلسان الاشتراكيين ويشوفوا الدنيا بعينيهم. المهم جدا في ارضنا هو العدل، ان كل الناس تاخد فرص متساويه. تعالوا نسمع الناس قالت ايه لما زاروا ارض الاسلاميين وحطوا نفسهم مكانهم. صوابع الاتهام على طول موجهه لينا بان احنا متشددين ومتعصبين وبنخوف الناس. حاسه ان الناس كان عندهم اراء مسبقه ضدنا. انا حاسه ان احنا كنا قعدنا لعصور طويله جدا مضطهدين، محرومين ان احنا نقول راينا، بتنتهك حرمات بيوتنا وكل حاجه. دلوقتي لما جات لنا الفرصه وفي ادعاءات ان احنا بقينا كلنا متساويين وان احنا لينا فرص في الحريه، انا شايفه حاسه ان احنا وارثين ميراث من الستيريوتايبنج اللي كان بيتقال في العصور القديمه الكتيره، واحنا مش عارفين نطلع من الاطار دوت بالنسبه للناس حسن نوايانا. سألنا الناس دي ايه اللي عند الاسلاميين مصر الكبيره محتاجاه؟ الايمان والالتزام.
يعني انا لو عندي ابن احبه يبقى ملتزم. منظمين جدا وعارفين عندنا ايه وعندنا جول، مهما كان قدامنا ايه هنبعده عشان نوصل الجول. تعالوا نشوف ايه اللي حصل لما المسلمين حسوا بالمسيحيين واتكلموا بلسانهم. انا حاسس ان انا بتهم وكاني طابور خامس، فاحنا ناس بنهاجر امريكا فاحنا بننفذ الاجنده الامريكيه، رغم ان مصر دي بلدنا من 2000 سنه. لما سمعت الهتاف اللي كان بيقول ارفع راسك فوق انت مسلم، ان كان دي رساله ليا، انت مالكش مكان في البلد. ايه اللي مصر الكبيره ممكن تاخده من الارض دي؟ قله الكذب الشديده. لو مش عايز يقولك يسكت، ممكن يسكت لكن ما يكذبش، لان قد كده هم متفانيين في العمل ومجتهدين. المحبه. مصر الصغيره موجوده مش هنقدر ننكرها، لكن مصر الكبيره اهم. هيفضل دايما في اختلاف وعمرنا ما هنقدر نشوف الدنيا زي بعض، لكن مع الاختلاف ده نقدر نحط نفسنا مكان التاني، نحس بيه ونحاول نتفهم احتياجاته. مش هنعيش في أرضه، لكن نقدر نزورها وندور على الخير اللي فيها، وده هيمسح الحدود الوهمية اللي بين الأراضي دي، وشوية شوية تصغر مصر الصغيرة وتكبر مصر الكبيرة. لا يهمني اسمك، لا يهمني عنوانك، لا يهمني لونك ولا بلادك مكانك، يهمني الإنسان ولو ملوش عنوان. أصوات مصرية تبان من بره مختلفة، لكن أحلامها شبه بعض وإيمانها قوي، ولما بنبطل نخون بعض وبنقدر نسمع بعض بنقدر نشوف الحكمة اللي ورا كل صوت، ولما بنحس ببعض وبندور على الخير اللي جوه كل مصري الأصوات بتتجمع تاني وترجع لأصلها، صوت واحد، صوت مصر. لا يهمني اسم. طيب خلينا نتكلم على الاختلافات. يعني احنا معانا زي ما احنا قلنا تاني ممثلين من كل جهات او كل الأطياف، أطياف المجتمع. طيب لما جم بقى قعدوا مع بعض فعليا، هل وافقوا ان هم يقعدوا مع بعض بسهولة؟ هل في حد ما حبش يقعد؟ هل في حد اختلف مع اللي قاعد جنبه؟ يعني ادينا بقى شويه من طيب ورا الكواليس. الحقيقه الناس كلها وافقت، لان انا كنت حاطط شروط واضحه للتجربه من الاول. انت جاي تعبر عن رايك، رايك هيحترم ومفيش حد هيبقى بيتجاوز في الاختلاف. هيحصل اختلاف لكن مفيش تجاوز. الحاجه الثانيه ان احنا من الاول حطينا شويه شروط واتفقنا انه في حاجات معينه مش هتحصل وانا مش هخليها تحصل لما التجربه تبتدي. ده ما منعش طبعا انه الناس في الساعه ما بنتكلم بقى بيختلفوا، بس انا بحاول طول الوقت افكرهم طيب الاختلاف ده ممكن نختلف على الموضوع ونسيب الشخص، لانك مجرد ما بتفصل الشخص عن الموضوع الدنيا بتبقى مختلفه تماما. طول ما انت قدامي فانا بخبط فيك انت، انما لما بفصلك عن الموضوع ببتدي اخبط في الموضوع، فالدنيا بتبقى شويه مختلفه. الشخص الوحيد اللي ما ظهرش وكان دوعي للتجربه دي هو حد كان من الناس اللي مش مؤيده قوي للثوره. ده الوحيد اللي ما ظهرش في فلول. يعني ما اقدرش اسميه فلول، لانه انا بسمع الصوت الثاني وقادر افهم الحكمه اللي وراه برضه. انما هو كان حد يعني متخوف جدا من الثوره وشايف انه مصر رايحه في سكه، هو كان قلقان على مصر، وده برضو حاجه تانية. كل واحد فينا بيحب مصر بطريقته. يعني في واحد بيحب مصر وخايف عليها، وفي واحد بيحب مصر وشايف ان هي دي السكه اللي هتوصل مصر اللي هي عايزاه. تاني ورا كل صوت فيه حكمه يعني. اكيد يعني. طيب اخيرا، هل متوقع ان يبقى في سلسله تانية من هذه التجربه، ولا هيبقى في تجربه تانية بقى مختلفه تماما، ولا انت عملت المشروع ده وخلاص بقى هتقعدوا؟ والله انا هقول لك على حاجه. انا كان عندي حلم ان انا اعمل الفيديو ده وعملته الحمد لله، فاستمتعت وانا بعمله جدا، والنتيجه فتحت نفسي. فانت عارف دايما اللي بيحلم ويحقق حلم نفسه بتتفتح ويحلم اكتر، فبالعكس ده انا عندي احلام اكبر بكتير قوي دلوقتي من التجربه دي. يعني هل هي كلها بنفس الاتجاه؟ يعني فكره ان انا اعمل حاجات تقرب الناس من بعضها اكتر من خلال يعني فيديوهات قصيره بتوصل للناس افكار وبتوصل للناس مهارات لو استخدموها في حياتهم اليوميه تفرق معاهم كتير قوي. هل شايف ان الفايرال او فكره الفيديوز اللي هي اونلاين على الانترنت هل لها تاثير دلوقتي جامد جدا؟ دي ثوره. يعني انا عشان اقعد اكلم ال 7000 ولا 8000 بني ادم اللي شافوا الفيديو ده لازم اقعد اشتغل 6 اشهر بالطريقه التقليديه بتاعتي. يعني لازم اقف قدام الناس وكل واحد كل اوضه يبقى فيها 20 واحد، فاضرب بقى عدد الايام، هقعد 6 اشهر عشان اوصل لهم نفس المسج. فدي ثوره الحقيقه يعني.
حاجه رهيبه. يعني شايف ان هي دي كانت بالنسبه لك اختيار موفق ان انت تشتغل فايرال فيديو او أوي. فيديو اونلاين حقيقي. طيب احنا اكيد هيكون لنا لقاءات تانية وهيكون إن شاء الله. اكيد معانا ضيوف اخرين من الحوارات المختلفه او من الاطياف المختلفه يعني إن شاء الله. اكيد لازم احييك على هذه التجربه، تجربه متميزه جدا الحقيقه، وان شاء الله نشوفك تاني في نهارك سعيد. ميرسي جدا. ميرسي جدا. وارجع تاني افكر ساده المشاهدين الحابب يشوف عندي تعليق اخير، هو ليه اصغر واحد هناك عنده 30 سنه؟ ليه ما كانش في شباب؟ والله احنا عملنا الدعوه ودي الناس اللي جت. يعني في ناس كتير برضو سالتني ليه ما فيش واحده محجبه. انا بالضبط. كان نفسي جدا كل الناس دي تبقى موجوده، بس هي الفكره كلها ان انا علشان ما تبقاش التجربه مترتبه انا دعيت الناس انا دعيت، والناس اللي وافقت ان هي تيجي هي اللي جت. ما كانش في يعني شروط او لا خالص. الشروط هو الانتماء الواضح لاحد هذه الاتجاهات، والشرط الثاني هو احترام الاخر ايا كان الاخر ده. مشكورك يا فندم الاستاذ هشام الجمل، استشاري تنميه بشريه وصاحب فكره فيلم اصوات مصريه. اللي عايز يشوف الفيلم ممكن يخش على يوتيوب يكتب اصوات مصريه، وكمان ممكن يخش على فيسبوك، ليكم جروب على فيسبوك. هيلاقي برضو على الفيسبوك، على فيسبوك برضو يكتب اصوات مصريه، ودينا الفيدباك او دينا رد فعله، لان اعتقد انها تجربه متميزه جدا. بنحاول نخلي نهارك سعيد نسلط الضوء على تجارب مختلفه جدا. مشاهدينا خليكم معانا، نهارك سعيد لسه مستمر، وحديث الاربعاء مع الاستاذه هايده سعودي هيكون معانا بعد الفاصل، وكلام مهم استنوا.